الإنسان أولاً. نعمة فريم. البرنامج 18، الرؤية، الاحتراف والالتزام بالمشاريع. من حقك تنتخب مشروع وتحاسب على التنفيذ. مشروع الأول، إيجاد معالجة جذرية للنفايات. المشروع الثاني، حل نهائي لمشكلة السير على الأوتوستراد الساحلي. المشروع الثالث، تعزيز السياحة البيئية والدينية الجبلية والساحلية. المشروع الرابع، خلق قوة ضغط لاستحداث آليات تنفيذية لمحافظة كسروان وجبيل. المشروع الخامس، تطوير وتنفيذ مشروع نموذجي للنقل المشترك. المشروع السادس، تأمين السلامة المرورية على الطرقات الجبلية. المشروع السابع، تطوير وتنفيذ شبكات الصرف الصحي بجرود كسروان. المشروع الثامن، تطوير وتنفيذ مشروع متكامل لسياحة التزلج والسياحة البيئية. المشروع التاسع، تنفيذ كامل لمرفق جوني السياحي الجديد. المشروع العاشر، تحقيق مخطط لتسويق إنتاج التفاح تصنيعاً وتصديراً. مشروع 11، إنشاء تكنوبول للجامعات وتطوير آلية لإطلاق المبادرات الفردية. مشروع 12، توجيه الأموال الاستثمارية من الإدارة المركزية إلى المحافظة. مشروع 13، تطوير وتنفيذ مشاريع البنى التحتية للماء والكهرباء والصدود. مشروع 14، تحديث قوانين لتحفيز خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي. مشروع 15، تحديث قوانين حقوق الإنسان والمرأة وتأمين الحماية الاجتماعية. مشروع 16، تعزيز دور الدولة بحماية الأسرة وحقوق أفرادها. مشروع 17، تحقيق اللامركزية المنتجة. مشروع 18، اعتماد الحياد الإيجابي المسلح لتجنيب لبنان الأزمات الإقليمية.